جاء رجل وأخذ قطعة لحم ووضعها في إناء وتركها، بعد فترة يعفن هذا اللحم ويخرج دود، فادعى أنه خالق لهذا الدود هذا الرجل. فجاء إليه رجل وقال: طيب، أنت الخالق لهذا الدود؟ قال: نعم. قال: كم عدده؟ قال: لا أدري. قال: كم الذكور من الإناث؟ قال: لا أدري. قال: متى يموت؟ قال: لا أدري. قال: ألا يعلم من خلق؟